مفجري لمفجر ثورة يوليو المجيدة، زعيم الأمة العربية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي تعيش ذكراه في قلوب كل المصريين، حيث يتواكب احتفالنا بانتصارات أكتوبر المجيدة مع الذكرى 44 لرحيله. وتحية لروح صاحب قرار العبور العظيم والحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات. أقول لدعاة الفكر المتطرف، حملة معاول الهدم، انبذوا الخراب والدمار، انبذوا القتل وسفك الدماء للأبرياء، انبذوا الحقد والبغضاء، وادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا أهواء الشيطان، كما قال المولى سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم. انظروا حولكم إلى مصر في عهدها الجديد لتروا كتائب التعمير من أبنائها ورجالات قواتها المسلحة، وهم يتجهون إلى البناء والتعمير والعمل والتشييد، يزرعون الحب والأمل في النفوس ويغرسون الخير في القلوب. ويخطئ من يتصور أنه قادر على النيل منه أو من شعب مصر العظيم، ومن يتصور ذلك فهو واهم آثم. فحقائق التاريخ تثبت وقوف جيش مصر العظيم إلى جانب شعبه في محنه وشدائده.